السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدموا واحد الحلقة ديال مرض الكساح بالنسبة للأرانب. بالنسبة لهذه الحالة اللي عندي أنايا، يعني بغيت نتحدث عليها ونوريكم يعني الأصل ديالها وسموم الأسباب ديالها. مهم هو مرض الكساح. نهضروا بعدا على التفاصيل ديال شنو هو مرض الكساح. مرض الكساح يعني الظواهر ديالو ان كما كتشوفوا هذه الحاله هذه، ان الارنب مسكين كيبقى يشوف غير في الاعلى، والارجل ديالو كيوليو مفروشين. انتما انا غادي نوريكم كيفاش كيكون. انتما غادي نحطوه هنا، لاحظوا انه كيفاش كيكون داير. يكونوا رجليه مفروشين هكا، رجليه مفروشين، وكيكون يعني الاغلبيه كيشوف الى الاعلى. انتما الى شفتوا كيفاش داير، هانتوما شوفوا هذه الحاله كيفاش داير. كيبقاو رجليه مسكين هكا هكا، ما كيولي كي الى بغى يزيد كيزيد غير بالارجل الاماميه. انا هذه الحاله ما عنديش، ولكن واحد الصديق هو اللي عطاني. انا ديما كنجيب لكم يعني الحالات باش نتكلم لكم عليهم. هذه الحاله هذه انا جبتها من عند واحد الصديق باش نوريكم كيفاش ممكن انكم تجاوزوها، وسمو هو الاسباب اللي كتؤدي لهاد الحاله هذه. اذا كما كتشوفوا معايا، الارجل ديالو كيبقاو مفتوحين من هنا ومن هنا، كيبقاو مفروشين هكا بهذه الطريقه، وغير الامام ديالو يعني الارجل الاماميه ديالو هي اللي ممكن انها تتحرك. هانتوما كما كتشوفوا مسكين كيبقى رجليه مفروشين. هو ياكل مزيان، يشرب مزيان، يعني كاع الامور ديالو كتكون مزيانه، الا هذه القضيه هذه ديال انه كيبقى بهذه الحاله هكا. انتما شوفوا رجليه كيبقاو مسكين كيبقى مفروش بهذه الطريقه هذه. انتما دابا نتحدثوا على الانواع بعدا ديال هذا الفريش ديال الرجلين، يعني شحال من واحد كيقول باللي هذه الحاله ممكن تكون عنده. الفرق ما بين هذه الحاله هذه والشلل، هذا راه ماشي شلل، هذا راه كساح، هذا كيتسمى كساح. السبب ديالو اسمه هو وهو نقص في الكالسيوم، يعني كتكون الام يعني ناقصه في الكالسيوم. كيخرجوا الصغار ديالها، اما ممكن تخرج حاله وحده او ممكن انهم يخرجوا عده حالات يعني في ما بين الصغار. بالنسبه يعني التفريقه ما بينه وما بين الشلل، وهو انا ملي كيجي الشلل هو بنفس الطريقه تقريبا، ولكن هذاك ما كيعيش. يعني ملي كيكون عنده شلل كيبقى واحد نقولوا واحد خمس ايام كيموت. اما بالنسبه لهذه الحاله هذه كيبقى عايش فيها، لان لاحظوا هذا الشلل، هذا الكساح عفوا، راه جاه منين كان صغير. هو البديه ديالو كيعاود للسيد اللي جاه هذه الحاله هذه، انه في الاول كيبقى يجي تبول لا ارادي اعزكم الله، ولكن من بعد واخا كيبرى منه كيبقى بهاد الحاله بحال هكا. انايا يعني عندي تجربه في هاد الامور هذه، خليتهم عنده وغادي نحاول انني ندير عليه واحد 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 الطرق ان شاء الله، وغادي يقدر يبرى. شنو هي الطرق؟ انه ما ديروش بعدا في واحد البلاصه نقولوا في واحد الجهه ملسه، انه هو كيبقى يتخبط برجليه هكا، كيبقى يحل رجليه وكيبقاو ديما محلولين. خاصو ممكن انكم تربطوا له رجليه بواحد الطريقه يعني بسيطه، يعني بواحد الحبل، وانكم تجمعوا له رجليه، ان رجليه يبقاو ديما مجموعين ما يبقاش محلولين هكا. وخاصو الكالسيوم، الكالسيوم راه كاين كيتباع، يعني فيتامين ديال الكالسيوم خاصو ضروري. هذا دابا نقص في الكالسيوم، ايوا الحق راه فات عليه الفوت بزاف، ولكن غادي نحاول معاه ان شاء الله باش يبرى. القضيه ديال البلاصه، ما تحطوش شي بلاصه ملسه، خليوه شي بلاصه ديما تكون حرشه، مثلا ديك القفص ديالو ممكن انه يبقى شاد في هذاك الكارويات هكا ومتشبت برجليه. ثاني حاجه ان ممكن اننا غادي نوريكم واحد الطريقه، ها هي هذا هو القفص ديالو. انا غادي نحاول انني ما نديروش واحد القفص كبير، لاحظوا ان المساحه ديال هذا القفص راه غير صغير. بالاضافه ان تجيبوا مثلا شي خشبات بحال هكا وتضيقوا عليه، يعني هو منين يكون يعني كياكل ولا ديما يكون مفروز بواحد الخشبه مثلا من اللور هكا، تحطوا واحد النوع ديال الخشب. المهم المساحه ديال ديال ديال
البلاصه اللي غادي يكون فيها ما ديروهاش كبيره، خاص شوفوا هنايا راه مساحه غير صغيره، هذه تقريبا غير على قد القد ديالو. انتم غادي الا مشى تبغى ياكل ديما غادي يلقى راسو محبوس من هذا من هذه الجهه. شوفوا شحال شحال ديال المساحه، هذه راه دايرها انايا غير الصغار ديال التصميم هاد المساحه هذه. بالاضافه ان العلافه خاصها تكون محدوده، شوفوا هذه العلافه كيفاش دايره، راها مطارحه، راها على قدو، يعني ما تخليوش لانه هو مسكين يكون كيكون معدم. حاولوا ان كل شيء يعني يكون محدود. لاحظوا ان الشرابه راني داير له غير شويه، في واحد سنتيم راني داير على القد ديالو. هانتوما شوف راني داير له الماء غير باش يقدر يشرب، يعني ما ديروش له طاسه عريضه باش تجيه بعيده، لا اي حاجه يعني الماكله ديالو خصها تجي مطارحه. هذا راه تكون عنده واحد شهرين. هاد الجهه هذه انا دايرها غير الفطام، بعد الفطام كنحطهم هنايا في القفص، ولكن هو غادي نحطو واخا عنده شهرين غادي نحطو في هاد الجهه، لان العلافه شوفوا كيفاش دايره، راه مدايرينها حادره يعني صالحه للصغار، ولكن لانه هو عنده عذر يعني في الارجل ديالو، لاحظوا ان بحركه تجي قد فمه، يعني كون كان صحيح راه غادي تجيه بعيده عليه. ولكن بالنسبه لهاد الحاله هذه انا تعمدت انني نديرو واحد الجهه اولا حرشه. لاحظوا ان هاد السلك هذا راه حرش، شوفوا هنايا الكرويات ديالو صغيورين وحرش، انتم كتشوفوا بحال كيتحرك في وسط القفص. وبالاضافه الكالسيوم، هذا العيب اللي فيه وهو الكالسيوم. الكالسيوم ضروري الام ديالها ديال يعني الام كانت ناقصه في الكالسيوم، ومولاها ما عاقش، لان قال لي هذه الحاله تكررت عنده شي ثلاثه المرات، يعني ثلاثه الخلفات، وهو كيلقى نفس المشكل. شوفوا مسكين، ها هو شوف واش كيدير، هانتوما بحرا كيحرك غير الارجل الاماميه ديالو. اذا هذه الحاله هذه راه كتسمى الكساح، ولكن بالنسبه اللي عنده الشلل هذاك راه ما عندوش الحل، اللي كيتشل من رجليه الخلفيه يعني من الوراء، هذيك راه كيموت، كيبقى شي واحد خمس ايام كاع كيموت. بالنسبه لهذا ان شاء الله غادي يعني ندير له الرعايه ديالو ان شاء الله يتعافى. انتم راه كياكل، راه مزيان، راه مزيان الارنب، غير كيفاش تشوفوا كياكل عرفوا راه مزيان، يعني راه قادر انه ياكل، قادر انه يشرب، والمساحه صغيره، يعني ممكن انه الا بغى يشرب يمشي غير واحد المسافه قصيره وغادي يلقى الشرب امامه. عاوتاني سميتو في الحاله هذه، حاولوا انكم ما تخليوش بارد. لاحظوا ان هاد القفص عنده طوله غالفانيزي من هنا وطوله غالفانيزي من هنا. في الليل كنغطيه بواحد الغطاء، هو عنده هنايا هاد يعني الغطاء ديالو، كهاد الجهه كنغطيها باش كندفيه، لان في هاد الحاله ملي كيكون عنده الكساح كيبغي يدفى، ما كيبغيش يبقى يكون بارد، لان كيكون مريض، كيكون مريض خصو الرعايه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار، دعيو معنا ان هذه الحاله هذه انا كيبقاو فيا بحال هكا الاراني اللي كيكونوا مراض وباقيين عاد صغار، خصوصا بحال هذه الحاله مسكين ما كي ديما رجليه محلولين بواحد الطريقه هكا مفروشين، يعني كيبقى في الواحد. المهم ان شاء الله انتم خديتوا المعلومات، يعني اللي عنده بحال هذه الحاله جاه شي ارنب فيه تبول لا ارادي هو باقي عاد صغير، راه مباشره كيمرض بالكساح، يعني كيبقى يتخبط هكا تا رجليه كيتحلو، ومني كيتحلو هكا كيبقاو دايرين هكا بهذه الطريقه، يعني ما كيبراش كيبقى هكا. ولكن بالرعايه ان شاء الله، وبالنسبه للفيتامين ديال الكالسيوم، الى عطيتو الكالسيوم كيولي مزيان. هو نقص، هي في حق هاد الحاله راه هي عباره عن نقص في الكالسيوم، يعني حاولوا انكم تعطيوه الكالسيوم، ضيقوا عليه المكان، تقربوا له الاكل ديالو والشرب ديالو يكون قريب، وان شاء الله يكون بخير. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم اي معلومه تدخلوها في الراس، وخا ما تكونش عندكم مثل هذه الحالات، حاولوا انكم تدخلوا هذه المعلومات يعني تكونوا حافظينهم، باش اي حاله تكون عندكم تكونوا عندكم السلاح ديالها وعندكم التجربه. انا ديما كنحاول نهضر على بعض الحالات، وخا ما تكونش عندي انا هذه الحاله ماشي عندي، ولكن ملي شفتها عند واحد الصديق قلت له اعطيني هذا الارنب ديالك وان شاء الله غادي نعتني به. انا كيعجبني نبقى نعتني بشي ارنب حتى يبرى، يعني كنحس براسي كندير واحد الخير ولو بسيط،
وفي نفس الوقت كان نعطيكم هاد بالنسبه هذا هذا الامراض ولا المعلومات كنعطيهم للمشاهدين ديالي يعني قداش منفعتي يعني للناس راه ربي حتى هو كي يجازيك الحلقه ديالنا راه سالات الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.